أفادت مصادر إعلامية بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت اليوم على مفرق الكتاب عند مدخل مدينة منبج بريف حلب الشرقي وبلدة الباسطي في محيط المدينة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن الأخيرة أصبحت على بعد نحو كيلومترين من وسط المدينة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. والاطلاع على مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الحدود السورية التركية الناشط والحقوقي عدنان النسيم. أهلا بك سيد عدنان، ما هي آخر تطورات المعارك في منبج وإلى أين وصلت قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخي أحمد وللمشاهدين الكرام. لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تتقدم بشكل يومي لتجديد الحصار على مدينة منبج، مدعومة بطائرات التحالف الذي يشن عشرات القارات يوميا على نقاط تنظيم داعش، دون أن يخلو الأمر من ضحايا مدنيين يسقطون يوميا بسبب اكتظاظ المدينة بالسكان الذين لم يستطيعوا الخروج منها من المدينة حتى الآن، وهم ما يقارب 250 ألف نسمة. ووصلت قوات سوريا الديمقراطية على أطراف المدينة من كل الاتجاهات تقريبا، وأطبقوا الحصار على المدينة بشكل كامل، ولكن لم يدخلوها حتى اللحظة، من الشرق عند قرية الخطاف وقرية الياسطي الملاصقة للمدينة، ومن الشمال عند مشارف قرية عين النخيل، وكذلك عند قرية شويحة وقردلاء، من الشمال الغربي عند قرية الفارات والشيخ يحيى، حيث تحاول القوات الدخول من هناك باتجاه دوار الكتاب والذي يعتبر نقطة اشتباكات، ولكن لم يدخلوه حتى اللحظة. طيب سيد عدنان، هل برأيك منبج باتت قاب قوسين أو أدنى من الخروج عن سيطرة تنظيم الدولة؟ نعم، المدينة حتى اللحظة محاصرة بشكل كامل، دائر مدار المدينة، ولكن حتى اللحظة قوات تنظيم داعش تسيطر على المدينة، على أطراف المدينة بالأكمل. الاشتباكات تدور على أطراف المدينة، من جهة دوار الكتاب هناك اشتباكات قوية. طيب نعم عدنان، كيف هو حال المدنيين والوضع المعيشي داخل منبج في ظل هذا الحصار واحتدام المعارك؟ نعم أخي الكريم، بالنسبة للأوضاع المدنيين أو المدينة تعيش أوضاع سيئة جدا جدا، استمرار انقطاع الكهرباء عن المدينة لليوم الثامن على التوالي، مع نقص كبير وشح في المواد الغذائية والطبية، وسط تخوف أيضا من توقف الأفران التي بقيت تعمل بسبب انخفاض مادة المازوت والطحين. كما نعلم، ليلة البارحة قصفت قوات التحالف، طائرات التحالف، مطحنة مدينة منبج. شكرا جزيلا لك الناشط والحقوقي عدنان النسيم، شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا وسهلا.